نظمت البحرية الأمريكية يوم أمس الأحد تدريبات بحرية ضمت 30 دولة في مياه الشرق الأوسط. تهدف هذه التدريبات إلى المساعدة بحماية طرق التجارة الدولية من التهديدات المحتملة، بما في ذلك التهديدات التي يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة. وستبدأ التدريبات الدولية المضادة للألغام هذا اليوم مع عقد ندوة في دولة البحرين التي يقع فيها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. وتأتي التدريبات التي سيجري جزء منها في منطقة الخليج العربي على خلفية تزايد التوترات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بشأن دور الأخيرة في المنطقة. يشمل ذلك دعم طهران للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، ودعمها للحوثيين في الصراع الدائري في اليمن، ودعمها لحزب الله في لبنان. وتأتي التدريبات في وقت مبكر من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرتقبة إلى الرياض في 21 من الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يحضر اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي.